بسم الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأقدر. ربنا أرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. نرجع إلى الآية 107 من سورة النساء. ولا تجادل، يعني لا تدافع أبدا عن الذين يختلون أنفسهم. إذا كان هو عمى وصمى وذل نفسه بالخيانة لنفسه، وانت شنو دخلك؟ هذو ناس فات فيهم الفوت. الان ان شاء الله اذا كان يبعث فيهم نور وقت صح عليهم ونجاوا بفضل الله. ولا تجادل عن الذين، انا دائما نركز على كلية علاش عدو نفسك يا بشر؟ لان ابليس مسيطر عليك، عماك وسماك، وتاخذ دليلك الشيطان وقت اللي يغر بيك، وبعد ما لا يملص يقول لك لست بصعب لك، انا دعوتك فاستجبت. يعني يشوف فيش يسخر منك، أنا دعوتك بإيحاء مني، وتعرف الأز اللي يعمل إبليس والتلبيسات اللي يعملهم تفوق كل خيال. هو حب يكون طعم استقاط بإبليس ويضحك عليه ويهيمن عليه، وحب منا يكون من الخاسرين. هذا الله لا يقوم فيك، واصل الطريق وسترى قاد حين كيفاش ربي مش كسكي. ماما قول كسكي كسكي تي فا كسكي لي بو كاسي. والسلام.